عفى الله عنك شيخ، يعني ماذا يجب على المؤمن عند وقوع الفتن؟ هل يعتزل الناس عن يخالطه؟ إذا حصلت الفتن فالواجب على الإنسان أن يصبر وأن يحاول كشف هذه الفتن ما استطاع، ولا يجوز أن يعتزل الناس ما دام قادرا على أن يساهم في إزالة هذه الفتن أو تخفيفها. نعم، لو فرضنا أن الرجل لا يستطيع أن يدافع هذه الفتن ويخشى على نفسه، فهنا الأولى أن يعتزل الناس.